السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء الشادية من أنجمينا، ونقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. تقديرا لجهودهم المقدرة في تقديم خدمات صحية نوعية تقدمت صباح اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو شهادات تقديرية وعرفان للأطباء المصريين الذين قدموا من الأزهر الشريف لتقديم خدمات علاجية مجانية لإخوتهم المرضى في تشاد. كان ذلك بحضور سعادة السفير المصري لدى البلاد أدهم محمد نجيب. تقرير الحبيب حامد محمد. مواصلة لدورها الدؤوب في مساعدة المحتاجين والضعفاء وعلاج المرضى في كل مكان عبر مؤسسة القلب الكبير، كرمت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو صباح اليوم القافلة الطبية المصرية الثانية التي أرسلتها مشيخة الأزهر الشريف. هذه القافلة الطبية المصرية الأزهرية تضم في رحالها 32 طبيبا وطبيبة قاموا بحملة علاجية مجانية في مدينة بلتن حاضرة إقليم وادي فيرة. وخلال أسبوع كامل عالجت القافلة الطبية المصرية بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير أكثر من 2000 حالة في أمراض العيون والحنجرة والمسالك البولية وأمراض مختلفة للأطفال، وأجرت القافلة عمليات جراحية خفيفة في الأمراض المذكورة آنفا. المناسبة التي كرمت فيها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو صباح اليوم بدأت بكلمة قدمها رئيس القافلة الطبية المصرية الدكتور أحمد العبد السلام، والتي شكر فيها سيدة البلاد الأولى على تفانيها وجهودها المتواصلة من أجل ربط جسر التواصل مع الأزهر الشريف. وقال إن الأزهر إضافة إلى دوره الدعوي سيكون ملبيا لدعوة مؤسسة القلب الكبير في كل زمان ومكان. وأبدى الدكتور عبد السلام استعداد الأزهر الشريف في تدريب الكوادر الطبية التشادية، وقال إن الأزهر الشريف سيرسل قوافل مشابهة في كل عام دعما للأعمال الإنسانية التي تقوم بها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو عبر مؤسسة القلب الكبير. وقدمت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو كلمة شكر إلى الأطباء المصريين الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل المواطن التشادي على الرغم من المسافات البعيدة والحرارة الشديدة والظروف القاسية، متمنية للجميع عودة سالمة إلى أهلهم وبلدهم الشقيق جمهورية مصر العربية. ضيوف تشاد الكرام، أصدقاء قلب الكبير، إنه ليس قريبا، لأن من يعرف الأزهر ويعرف مصر أمة الدنيا يعرف بأن فعل الخير هو من العادات الأصلية للشعب المصري العظيم. ولذلك أتقدم إليكم باسم جميع الذين وجدوا الصحة والشفاء، وباسم شعب وادي فيرة، وباسم الخاص بخالص الشكر والتقدير والإرفان لكم جميعا وإلى أرض الكنانة. ألا هذا الأمل المقدر الذي يمثل الشراكة القوية والتعاون الصادق بين مؤسسة قلب الكبير؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدع هذا الأمل في ميزان حسناتكم، وأن يستمر هذا التعاون في باقي المدن التشادية. وخلال الحفل قدم المدير العام لمستشفى الأم والطفل الدكتور محمد عبد السلام تقريرا مفصلا على العمليات الجراحية التي قامت بها القافلة الطبية المصرية. وننوه أن حفل التكريم حضره عدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي لمؤسسة القلب الكبير، بينهم الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير سيدة حبيبة ساولبع، وسفير جمهورية مصر العربية سعادة السيد أدهم نجيب، وعدد من الأطباء التشاديين. ومن الجدير بالذكر أن حفل التكريم شهد في هامشه اتفاقية شراكة بين جامع الأزهر الشريف ومؤسسة القلب الكبير في مختلف مجالات التعاون الطبي والصحي والمجالات البحثية والعلمية. شارك وزير الثقافة شباب الرياضة جبير يونس في الفترة ما بين 17 إلى 19 من شهر أبريل، شارك في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الإسلامية الذي عقد في دولة أذربيجان. تقرير أحمد آدم أحمد. الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الإسلامية الذي انعقد من 17 إلى 19 من أبريل الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو، شارك فيه وزير الشباب والرياضة جبير يونس. هذا المؤتمر الذي حمل شعار التضامن من أجل التنمية كان فرصة لمناقشة العديد من المشاكل التي تهم الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وزير الشباب والرياضة وفي تداخله أثناء انعقاد المؤتمر
جبير يونس تحدث عن الدور الذي تلعبه الحكومة التشادية في رفع مستوى عطاء الشباب لأنهم أكبر شريحة بين السكان، فقد أنشأت الحكومة صندوقا خاصا للشباب وكافحت ضد البطالة وعملت من أجل الاندماج في العمل الاقتصادي الاجتماعي. الدورة أجازت عدة توصيات وطلبت من الدول الأعداء بوضع سياسة لبرنامج هادف من أجل الشباب. عميد كلية التربية بجامعة سبها فرشات رمضان عقيلة حفل تخريج الدفعة 14 وسط حضور كبير من طلاب الجامعة والعديد من المدعوين. تقرير خليل حسن صالح. بهذين النشيدين ودع طلاب جامعة سبها العام الدراسي 2017-2018 واحتفوا بخريجي الدفعة 14 من تاريخ المؤسسة، حيث بلغ عدد الخريجين هذا العام 41 خريج. قدم كلمتهم نيابة عنهم الطالب مصطفى عبد الرحمن، منبها فيها عن الذكريات الجميلة التي عاشوها خلال عمر الجامعة وما تخللتها من لحظات الجد والانضباط والمثابرة، مرسلا الشكر إلى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. عميد كلية سبها الدكتور رمضان عقيلة عكاشة أهنأ الخريجين وأثنى على جهودهم التي كانت سببا في انتهاء العام الدراسي بهذه السرعة. ما طلب المعالي بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. نيات مجلس الكلية لكم بمزيدا من الجد والاجتهاد والتفوق في عامكم القادم إن شاء الله تعالى. وبما أن لكل زرع حصاد، فكان حصاد هؤلاء بكالوريوس في التربية استلموها وسط أفراح الأسر. وختم الخريجون هذا الحفل بتقديم وشاح لعميد الكلية وتكريم بعض المحاضرين الذين ساعدوهم ووقفوا معهم في هذه الفترة الصعبة حتى حققوا هذا النجاح. قام وفد من حزب النصر بزيارة إلى مدينة آتيا، حيث عقد الوفد لقاء توعويا حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل. جرت المناسبة بميدان الشهيد حسن جاموس. تقرير محمد طاهر جبن الحور. حزب النصر مع الجمهورية الرابعة، هذا الشعار هو محور الحملة الموسعة التي بدأها منذ أيام مسؤولو هذا الحزب هنا في مدينة آتيا. خاطب الأمين العام المكلف بالتعليم والإزدواجية بالحزب حسين حسن أحمد حشدا من مناصري الحزب، حيث بيّن لهم السياسة المتبعة في مرحلة ما بعد الملتقى الوطني الشامل وبداية الجمهورية الرابعة. النصر بصفته حزب متحالف مع العرب الوطنية للإنقاذ يشجع ويساند قيام الجمهورية الرابعة وفقا للمتحدث. وفي نفس السياق تداخل مسؤول الأقاليم بحزب النصر حسن أبا حسب الله. ما يتعلق بالمرأة، المرأة والشباب، وضع الملتقون في هذا الملتقى نصب أعينهم أهمية المرأة والشباب، فزادوا نسبة مشاركة المرأة من 30% إلى ما أكثر من ذلك، وكذلك حث الشباب ووضعوا قوانين لكي يساعدوا الشباب في تطوير أنفسهم، وهذه القوانين ستمكن الشباب من المشاركة في صناعة القرار في نظام الحكم القادم. كما انتهز رئيس الوفد الفرصة لينصب المكتب الإقليمي لحزب النصر بإقليم البطحة، والذي يتكون من حوالي 10 أعضاء برئاسة اللمين إنغاري. نبقى في نشاطات حزب النصر، حيث اختتم الرئيس الوطني لحزب النصر الدكتور محمد النظيف يوسف اختتم حملته التوعوية حول نتائج الملتقى الوطني الشامل بمدينة أبردة. تقرير الزميل رماد جبرين الجني. الدعاية السياسية والحملات التوعوية والإرشادية تختلف من شخص إلى آخر للقيام بأداء هذه المهمة التي تحتاج إلى تقنيات آلية ولتوصيل أي رسالة ما إلى أكبر شريحة من المواطنين. وفي هذه الحالة
اتخذ الرئيس الوطني لحزب النصر طريقته الخاصة لإدارة هذه العملية، عملية تتطلب منه المرور بعدة قرى تتمثل في قرية أبردة وأبو زيني ومركز إداري جاما وقرية أنجا، بما أن هذه الجولة التي قام بها رئيس حزب النصر الدكتور محمد النظيف تعتبر لها أهداف واضحة، وهي تزويدهم بمشروحات إضافية حول نتائج أعمال المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية. جيناكم اليوم ده دور نشر لكم الأيام الفاتت ده الناس في جميل اللمو وقموا غيروا نظام حان الحكم في نظام جديد بيسموه الكاتريم ريبوبليك الجمهورية الرابعة، نظام جديد جينا نفهمكم انتنا الناس الحاضرين الناس لا سبقوا لهم في الفرقان النومات أنينا كل هسه بيجي نسوي من هنا قدام ده نادى عم بيفرق بين الناس يقول لك ده كي وده كده ما شادي أصيل شادي الأصيل ده قلهم بين الناس كلهم. ولإعطاء هذه الحملة التوعوية نكهة مختلفة قدمها شباب قرية عبردة رقصة شعبية لها طابع خاص في نفوس هؤلاء القرويين، وهي تعتبر من أشهر الرقصات الشعبية في هذه المنطقة. ترأس الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الإقليمي حجر لميس بكر موسى كلي ترأس أعمال الدورة التدريبية التي نظمت لمناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ حول مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني الشامل حول إصلاح مؤسسة الدولة. تقرير محمد طاهر صالح. تتواصل الحملات التوعوية لمناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ بحجر لميس حول مخرجات الملتقى الوطني لإصلاحات المؤسسية للدولة. الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس أبكر موسى كلي برفقة أعضاء المجلس الوطني للإنقاذ والمكتب السياسي الوطني والمجلس الإقليمي للحركة بحجر لميس إضافة إلى أعضاء اللجان التوجيهية قدموا ملخص مخرجات الملتقى الوطني والنظام الجديد لشكل الدولة الممثل في الجمهورية الرابعة وتوصيل رسالة رئيس الجمهورية التوجيهية لمناضلي الحركة والأحزاب المتحالفة بأنه يجب طي صفحات الماضي والعمل نحو تحقيق السلام والتنمية ونبذ الفرقة والسعي نحو التضامن والحفاظ على أموال الدولة ومحاربة الرشوة. رئيس الجمهورية طلب مننا علينا قبل كل شيء قال يكون تغيير من هنا لك قدام ده نغيره الناس الباكل أموال الدولة ده يقيف الناس بسوق الخمامة حاجات الحكومة لجانبهم ده يجيف الناس الموظفين في الدولة يخدموا الدولة لكن ما يخدموا نفسهم ولينا أننا المناضلين هنا الـMPS كل لازم نغيروا أفكارنا. أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للإنقاذ ثمنوا بدورهم شرح النقاط الأساسية لمخرجات الملتقى الوطني والنظام الجديد لشكل الدولة واستعداد المناضلين للمراحل المقبلة والتي تشهد انتخابات برلمانية كذلك دور المرأة والشباب في المرحلة المقبلة من التاريخ الحديث لتشاد بدورهم مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس ومقاطعة الدبابة على وجه الخصوص قدموا استفسارات مؤكدين فيها استعدادهم التام لخوض التجربة الجديدة مع الحزب ومؤسسه رئيس الجمهورية مؤكدين تأييدهم التام ونضالهم المستمر مع قيادة الحزب والتي استمرت لسنوات طوال خلف الحركة الوطنية للإنقاذ. إذن هذا التقرير كان لقاء توعويا حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل حول إصلاح المؤسسي وليست دورة تدريبية، وقد رأس الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميسة. ترأس الأمين العام لإقليم السلامات مختار أنقرتا تمبلباي ترأس مناسبة اختتام الدورة التدريبية لصالح حراس محمية زاكومة والتي نظمتها منظمة أفريكان بارك. تقرير محمود مسلفيل. إن حماية حظيرة زاكومة وحيواناتها من الصيد الجائر أمر تسعى إليه الحكومة وشركائها عبر وزارة البيئة والمياه والصيد، وفي ذات السياق قامت منظمة أفريكان بارك بتدريب 49 حارسا لمحمية زاكومة، هذا وخلال شهرين
تلقى المتدربون العديد من الفنون المتعلقة بحماية الصيد ومحاربة القتل الجائر له، إلى جانب كيفية ملاحقة المجرمين الذين يقتلون الصيد بالمحمية. مدير محمية زاكوما ليون لابريش في بداية حديثه قال إن هذا التدريب يدخل في إطار تقوية حماية الحظيرة وحيواناتها وتسهيل العمل بها، مشيرا إلى بعض الصعوبات التي يواجهونها كالصيد الجائر ودخول الرحل والمزارعين في المحمية. وفي نهاية حديثه شكر الشركاء المحليين على جهودهم المكثفة من أجل حماية الحظيرة. الأمين العام لإقليم سلامات مختار انغرتاتوم بالباي في كلمته أثنى على جهود منظمة أفريكان بارك على ما قامت به، مضيفا بأن هذا التدريب يدخل في إطار العلاقات الجيدة والمتميزة بين البلاد وشركائها في مختلف الدول. للتذكير فإن محمية زاكوما تم تأسيسها في العام 1963 وتبلغ مساحتها بحوالي 30,000 كيلومتر. نظمت كلية التربية بجامعة جمينة حفل لخريجي عام الدراسي 2017-2018، حيث حضر الحفل عدد من عمداء الكليات المختلفة إلى جانب هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين وأصدقائهم. تقرير محمود موسى الفيل. 3 سنوات كاملة قضوها في التحصيل الأكاديمي المليء بالأنشطة التربوية والتوجيهية والإدارية، ها هم اليوم خريجو الدفعة الثانية من كلية العلوم التربوية بجامعة عين جمينة قسم الإدارة والتخطيط التربوي دفعة صناع الأجيال، تحتفل بتخريجها بعد جهود بذلت في سبيل العلم والمعرفة. بدأت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة السيد إدريس آدم الذي رحب فيها بالحضور مقدما شكره باسم اللجنة إلى كل من وقف معهم لإنجاح الحفل. عقب ذلك قدم الطالب محمد أحمد كلمة باسم الخريجين، حيث شكر من خلالها إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء الأمور بصفة عامة على ما قدموه لهم أثناء مشوارهم التعليمي منذ بداية دراستهم وحتى لحظة التخرج. ممثل عميد الكلية الدكتور محمد الأمين إبراهيم الذي رحب في البدء بالحضور متناولا في حديثه تاريخ فتح كلية العلوم التربوية وتطوير أقسامها، مؤكدا بأن الكلية تعد من الكليات التي تسهم في إعداد وتكوين الطلاب في الجانب التربوي الذي يعد من الجوانب الهامة بالبلاد. هذا وبعيد ذلك شهدت المناسبة تكريما لعدد من الإداريين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس تقديرا وعرفانا لهم على ما بذلوه من جهود مثمرة لإعداد الخريجين وتكوينهم في المجال التربوي. واختتم الحفل بتوزيع إفادة التخرج للخريجين البالغ عددهم 36 خريجا وخريجة. شهدت مدينة منقلمة التابعة لإقليم القيرة تطورا ملحوظا في مجال البنية التحتية وبناء المرافق الحكومية بالمنطقة، ذلك بفضل سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. نتابع هذا التقرير الذي عده الزميل حسن جدة عمر. مدينة منقلمة حاضرة مقاطعة منقلمة هي إحدى مقاطعات إقليم قيرة، تقع على بعد 120 كيلومتر شمال مدينة مونغو عاصمة الإقليم. وتعرف هذه المنطقة قديما بشوكايا، وهي منطقة جبلية محاطة بالمرتفعات. فمن الناحية الشرقية نجد مرتفعات كدار والغربية جبال كورتولوم ومرتفعات جالان التي تقع في شمال الشرقي للمدينة، إلى جانب مرتفعات ديام الواقعة جنوبي هذه المنطقة التي تعد واحدة من مقاطعات قيرة الأربعة: أبو طيور، بارسينياكا، منقلمة وقيرة. عام 1999 كون فيها بلدية. من 2000 إلى 2001 ربطنا صلوبنا الهيل دي قطعناها شوارع. يعيش في هذه المدينة ما يقارب 12,000 نسمة من السكان، غالبيتهم ينتمون إلى قبيلة الموبي وهي إحدى القبائل المشهورة بإقليم قيرة، إلى جانب خليط من القبائل الأخرى. أول شعب بين 5 إلى 7 جوصل 7 إلى 10,000 هسه حاليا من 10 إلى 13,000. ولتوفير متطلبات سكان المنطقة حول الحصول على المياه الصالحة للشرب، فإن الحكومة عبر شركائها التنمويين بادرت ببناء صحريج مياه لم تشهده منقلمة من قبل. طلبوا منهم يجوا يزيدوا لنا، بس كان اليوم في المنقلمة بقى كبير، وأنا إنيو أوروبيين جابوا ده عندهم ريون خاصة 3 كيلو بس ما يمر، لكن اليوم منقلمة بقى زيادة كبير، زيادة من 3 كيلو. دونك ناس القاعدين برا من 3 كيلو ده كل واجب يزيدوا المدى عشان هم كله بالغوا المدى.
وفيما يتعلق بالمجال التعليمي، توجد بالمدينة منذ العام 1997 مفتشية تربوية مقرها الابتدائية المركزية للمدينة، إلى جانب 8 مفتشات أخرى بكل المقاطعة، وكذا مركز صحي متكامل يحوي كل الحالات الصحية على مستوى المحافظة. مدينة لا يحدثك عنها غير شحيد، وكما هو في المشهد الذي يتحدث عن نفسه، منغلمي لم تبدو مقاطعة عادية كبقية مقاطعات الإقليم من ناحية البنية التحتية، حيث أن جميع الطرق والشوارع العامة بالمدينة مسفلتة، مما سمح ذلك للتجار بجلب البضائع دون عوائق لتدخل سوق المدينة الأسبوعي الذي يتوافد إليه التجار من كل القرى والأرياف القريبة والبعيدة منها. نظمت جمعية الأرض الخضراء يوما ثقافيا حول خطورة تلوث البيئة لصالح بعض المؤسسات التعليمية بمناسبة اليوم العالمي للأرض الذي يصادف 22 من أبريل من كل عام. كان ذلك بحضور النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة الخامسة. تقرير محمد السليك وقراءة ديقة محمد الحاج. من أجل توسيع ثقافة مفهوم المحافظة على البيئة ونشر ثقافة الاعتناء بها، يأتي هذا اليوم الثقافي الذي نظمته جمعية جرين إيرث من أجل حماية البيئة احتفاء باليوم العالمي للأرض الذي يوافق 22 من كل عام. ففي بداية المناسبة قدم الأمين العام لجمعية جرين إيرث كلمة رحب فيها بالحضور، متطرقا إلى الدور التي تقوم به الجمعية في حماية البيئة والاهتمام بها. إننا نهدف من خلال إقامة هذا اليوم الثقافي لطلاب الثانويات تقديم معارف للتلاميذ خاصة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة الإيكولوجية وتدوير العلب البلاستيكية المستخدمة لتقليل الملوثات والتفكير حول مشاكل الكرة الأرضية عبر الأنشطة المتنوعة التي يتلقونها في هذا اليوم. أما النائب الأول لعمدة الدائرة الخامسة فقد أشاد بهذه البادرة التي دأبت جمعية الأرض الخضراء تنظيمها، وقال أن البيئة شأن يهم الجميع وأن على أي فرد تقديم مساهمته للحفاظ عليها. الجمعية فكرت وقالت تذكر الناس وتسوي فورماسيون للشباب في مشكلة الليدة المدفق كيف يصير يجددوا ويسووا حاجات آخر وكل شيء، وتسوي فورماسيون للشباب ده مشكلة هنا القاس هنا كمان كل شيء. وبعد ذلك فقد قدم أعضاء الجمعية بعض الشروحات والتوضيحات عن أهمية الأرض الخضراء وطرق الوقاية من التصهر. نظمت صباح اليوم لجنة الصليب الأحمر بالدائرة الثامنة حفلا بمناسبة توزيع شهادات مشاركة للشباب الذين شاركوا في الدورة التدريبية في مجال الإسعافات الأولية. تقرير عبد الله هارون. بالجملة 85 شاب وشابة استفادوا من الدورات المكثفة للإسعافات الأولية واستقبال الحالات الطارئة، وبعد 45 يوما من عمر الدورة جاء الاحتفال الرسمي لتوزيع شهادات المشاركة في الدورة. وبهذه المناسبة قدم رئيس اللجنة المنظمة كلمة شكر وعرفان على مسؤولي لجنة الصليب الأحمر بالدائرة الثامنة على إتاحة الفرصة للاستفادة من تلك الدورات المختلفة في المجال الصحي، طالبا من مسؤولي لجنة الصليب الأحمر بالدائرة الثامنة تكثيف دورات مماثلة بغية الاستفادة الكاملة للحالات الطارئة. وعقب ذلك قدمت مسرحية تعكس الواقع الاجتماعي لحالات المرضى في المستشفيات وكيفية الاستقبال. أما رئيس لجنة الصليب الأحمر بالدائرة الثامنة حسين حارون حنع الشباب المشاركين في الدورة متمنيا لهم التقدم والاستفادة من المعلومات التي تلقوها خلال هذه الفترة وتطبيقها على أرض الواقع، وقتمت المناسبة بتوزيع شهادات للمشاركين في الدورة التدريبية. قدم رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان الثقافي كدما دورة 2018 حديثا صحفيا تحدث فيه عن آخر الاستعدادات والتحضيرات لانطلاقة فعاليات المهرجان. نتابع ما جاء في حديثه. ثلاثة دائما يوم 6 هنا شهر 5 علينا نلوم كل كي في دار هنا غونغايا دار هنا موسي ما
مربع. شغل الودونا في دارنا بوركينا فاسو نعرفو كدارانينا مام دا أهل واحد دابس أنينا ماشينا كان رئيس ميشيلكي سلطان ميشيلكي الماي دوراكي دام ماي دافوك في دارارا دان دا الانتا حكمة دابس أنينا ماشينا نجيبونا دو ميشيلكي هو ينتو كلامنا هيلبا لي أقوانا السلطان دول في تشادا وأفريق دول كله يحاجوا لهم إيت الأنغاني سودا أصلا يوم تلاتة أنا شهر تلاتة دا سينا ملاما في غنغايا سلطان دول هنا بنانا أنا موسى مربادا إشرين لامو ما ناس نفر نفر جو من باي ناس جاي بايدين أو غريبين من جو دا قالوا كي في إدا أنا نكتب أسم رئيس أنا إدريس دبي إتنو دا ولا أنا أما دا سلطان دون ما population هنام كلوبس أزلا دونك شكل دا في تينين سلطان يجي في دربار بمينيستر هذا وديزيام دا إدا كل يبقى بأسم رئيس أنا دولة إدري دبي إتنو وميزيسيان دول فلانين وجبنوم من دار هنا بنانا دول دا كاترين جا يجو دونك ناس الانن دوروم في غنوغا يدا هم عند 70 الف. قدم رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم محمود مختار بيانا صحفيا تناول من خلاله اهم المشكلات التي تعيق تقدم الرياضة التشادية وخاصة كرة القدم وعدم المشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. نتابع ما جاء في حديثه. كرة القدم فعلا في تأخرات كثير في تشاد وفعلا إكيب ناسيونال سينيور الإكيب كبير هو عند سانسيون الباقيين التقاك زي ما شعرتوا الأسبوع الفات مشوا ياوندي ليبو تمام ليبو ملاعب كويس وفعلا تأخر ده نتمنى مع الكاتريم ريبليك مثل ما وريته ده إن شاء الله فوتبول ذاته يقوم يعني ما زي ما قلت هو من تصفيات هسه كرة قدم كاس افريقيا 2019 معناته الجاي ده ما عندنا ما فينا فوق المهم ده ما فوتبول ده كما طلب ده ما تبلغ تلقان نجيت ومن طلب ده داير المهم شوية شوية فيفا راسل اكسبير وجا فورمي ناس دايما فيفا بقاي بسايد زي ده زي ما شيرتو فريق احسن ده حسن عندنا بدينا مع الدوكاك يو دي سيد معناته من 15 16 17 18 سنه وشاركنا في تورنوا في يهوند في دا يساعد الله ساعدنا نزايد مهين شوية عشان مال تصفيات القدم نمشي إن شاء الله. إذن سيدات وسادة بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية.